السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي غنتكلموا عليه هو هذه الازمه اللي وقع فيها فريق الوداد البيضاوي. فالرساله ديالي اللي غادي نوجهها هي ان كنهضر مع الجمهور بالدرجه الاولى، بعدا كنقول لهم ان هذا غير باساج فيد، ما نتحاملوش على الرئيس وما نتحاملوش على اللعابه، حيت هاد اللعابه هادو اللي نتوما دابا كتقولوا كرارس وكتحاملوا عليهم راه غير بالامس القريب راه هما اللي كانوا راسو سونتي ستار، راه هما اللي كانوا نجوم صاحبي، راه هما اللي داو القاب، راه المعظم ديالهم راه داو العصبه، راه بن شرقي اللي كتكلموا عليه راه قصى الوداد من سوبر كوب وقصاها من 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 من, من كاس العرش على ما اظن. راه اي واحد كيدوز عنده باساج فيدا صاحبي، نصبروا وما نتحاملوش على الفرقه. حنا الحمد لله راه جمهور ديال الفرقه ماشي ديال الجمهور ديال النتيجه. راه الوداد البيضاوي راه كيمرض ولكن راه ما تيموتش، غادي ان شاء الله نتعداو ونتخطاو هاد السحابه العابره وغادي ان شاء الله نعوضوا النقاط اللي مشات لينا. هي فعلا انا تانا كودادي وكلاعب سابق في فئه جميع الفئات السنيه ديال فريق الوداد البيضاوي، انا كنهضر دابا بواحد الحرقه. الوداد غادي توقف ان شاء الله على رجليها، وهذا الشيء راه غيبقى غير تعاويد. حنا عندنا واحد المقابله حاسمه غدا ان شاء الله غتكون هي انطلاقه ديال النتائج الايجابيه، هي معوجده ان شاء الله وغادي ننتصروا ان شاء الله. وباقي عندنا غادي نعوضوا الماتش ان شاء الله مع سيمبا 3 بوان ونخرجوا نجيبوا واحد 3 بوان ان شاء الله. راه دزنا اكثر من هذا الشيء هذا، ودينا العصبه كاع مع عموته حتى مع الركراكي كاع في لو ديبي ديال هاد لي زيلماطواغ وانتصرنا ودينا العصبه، فبارك الله يرحم لكم الوالدين. خصكم شوف خصكم تكونوا واعيين، انا كاين واحد الايادي خفيه وماشي وداديين، وبين قوسين والفهم يفهم، مع احترامي لجميع الفرق الوطنيه باش ما نمشيوش بعيد بما فيهم الرجاء البيضاوي. الحمد لله هادشي كلشي فرق كبار الحمد لله، ولكن خصنا حنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا. الجمهور ديال الوداد كبير على هادشي، ما نكونوش ضحيه ديال هاد الصفحات الابتزازيه، هاد الصفحات الفيسبوكيه اللي كيقتاتوا من هادشي. راه كتشوفوا اللقاء اللي جرى السي الرئيس سعيد الناصري مع رايحه وهضر في لوفون، ما هضرش في لافورم. ومشكور الاخ رضوان العلالي اللاعب الكبير المايسترو العشرة اللي الناس هو تحاملوا عليه، لا كنتي تقول لي لا كنتي دير لي لا كنتي دير لي، هذاك السيد راه كويري وعارف اش كيقول، داكشي اللي بغى يعرف راه قالوا ليه وبقى فيه. ما نزيدوش حنا الطين بلا، اشنو وقع؟ جميع الفرق العالميه كدوز من هذه المرحله هذه، ماشي غير الوداد، وان شاء الله غادي يجيو النتائج، وهذا وعد انا كنقول لكم وكنتحداكم، وكل انتصار غادي نخرج غادي نفكركم، ان شاء الله تنديو العصبه ونديو البطوله ان شاء الله باذن الله، ولا نكونوا بعداك في البوديوم. كان بعض الاخطاء في الانتدابات، ولكن ماشي مشكل، الخطا وارد في كره القدم. ديما كتخضع في العاب جوج ثلاثة أربعة، جاي الميركاتو الشتوي غيكونوا إن شاء الله، هذا وعد مع عند السيد الرئيس سعيد الناصري، غيكونوا إن شاء الله في المستوى. حنا كنا كما كنعرفوا حتى شي حاجة ما مخبية، خاصنا أفاسانتور، خاصنا واحد 10 مليون، خاصنا واحد لاك سونترال تا هو خصو يكون، الكول شوية تا هو خصو يفيق معانا. هاد اللعابة كيديروا أخطاء ولكن ماشي لعابة، لا الحمد لله كويرية ولعابة، ولكن كيدوزوا واحد المرحلة خاصنا نوقفوا جنبهم. هادشي اللي كاين الاخ ايمن، وهذه كما كنقول لك رساله للجمهور الودادي الحر. الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا مع الوداد، هذه هي الفتره اللي محتاجه فيها الوداد نكونوا في جنبها، هي هذه في الظرف الحساس، وان شاء الله غادي يكون غير خير من هنا لقدام. اما ديك الهضره ديال الفيسبوك شارجي 5 دراهم وبقات تسب وبقات، راه هذا اللاعب تا هو راه الحمود ملي كتسب ليه في والديه وكتسب ليه في، ولا ندير النقد ولكن يكون نقد بناء اللي نستافد منه حتى حنا، ويستافد منه اللاعب، يستافد منه العائله ديالو، يستافد منه النادي، ولكن باش نبدا نسب والشتم والقذف ولا هذه، لا ماشي هذه الطريقه باش غادي يحسن اللاعب المستوى ديالو. كاين شي لعابه هما ما عطاوش، ما كانوش، ما جاوش، فين كاين المشكل؟ الحمد لله هوني راه كان راه مترجي، راه ماشي جا من 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 الهوات ولا من الشرق البحري، راه كان نجم في بركان، راه كان هداف، راه كما قلت لك من قبل راه قصى الوداد.
حناش هو راه كان لاعب ممتاز، ما لعباتش معاه، ما تضابطاش مع فريق الوداد البيضاوي مع ستيل الجو ديالهم، ماشي مشكل. عادي الرمزي حنا راه غني على التعريف، لا ما غادي نتكلموا عليه، راه ولد البلاد و راه عطى الشعب كثير الكره المغربيه. دار حتى هو بعض الاخطاء باش ما نهضروش بلغه الخشب، ان شاء الله راه غادي يستافد منه، وتا هو كنضر راسو صغير غادي يستافد. باش غنضل نهضروا في هذا الشيء ديال ان اللعابه كيتعاملوا على دايرين النقابه على المدرب، هذا الشيء ما عمره كان في الوداد، وهذا الشيء ما كيخصش الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي كبير على هذا الشيء، حنا ما غاديش نبدا نعطينا التعريف ديال الوداد. الوداد معرفه راسها براسها، الا جيت نعرف انا على الوداد راه خصني ساعات وايام وشهور وسنوات وقرون. لا بغيت نهضر انا على فريق الوداد البيضاوي من 37 الى يومنا هذا. حنا غير خلاصات الامر، حنا فريق الوداد البيضاوي حنا معاه في السراء وفي الضراء، وكما نقول لك حنا جمهور ديال فريق ماشي جمهور ديال نتائج. وتحيه للالترا حتى هي، الحمد لله اللي صراحه هذوك الناس عندهم واحد المستوى هربان بزاف. شوف غير الميساجات ديالهم، اللي جيتي غير دير لهم واحد الاناليز راه شنو نقول لك، راه خصك بزاف وبزاف وبزاف. الناس كتكلم بالحكمه، راه من اسهل حاجه هي تشعل الفتنه، راه ساهله، راه فاصيل باش دير الفتنه. وكما قال لك سعد النصيري راه ساهله في الثانيه لوج ثواني بسلامه بسلامه عادي الرمزي، ولكن لا نعطيه فرصه وغادي يعطي ان شاء الله. حتى حنا كما خلال ديك الكلمه كيقول كراكي، حنا شامين الريحه في عادي الرمزي، والله العظيم لا غيكون غير خير بالله وغيكون الالقاب باذن الله. وتحيه لوداد الامه وتحيه لجميع الفروق الوطنيه بدون استثناء، الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله.